ألف مبروك إيهاب، هالأسبوع رح تسافر للأردن برحلة ما رح تنساها بحياتك، لأنك رح تزور أهم المراكز السياحية والأثرية بدعوة من وزارة السياحة والأثار وهيئة تنسيق السياحة الأردنية. حضر حالك للاستمتاع بعظمة بيترا، هالموقع اللي بيقصدوه الزوار من كل العالم، ووادي رام اللي بيخبر أحلى حكاية عن الأردن، والاسترخاء بالبحر الميت وطبيعته الخلابة. مبروك، تروح وترجع بالسلامة.